طالب خبراء أمنيون وأكاديميون ومختصون بعلم النفس المجتمعي محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل بتشكيل لجنة متخصصة بمحاربة الفكر المتشدد وانتزاع التطرف من عقول حتى المعتقلين. وأشار الخبراء والأكاديميون إلى أن هذه اللجنة ستقوم بفتح حوارات وعقد ندوات موسعة للتعريف بخطورة الأفكار الإرهابية على المجتمع، وأيضا أهمية مشاركة علماء الدين المعتدلين وشيوخ العشائر ووجهاء المجتمع في إلقاء محاضرات على الشرائح المستهدفة ضمن عملية تثقيف مجتمعي تأخذ بالحسبان تجربة التطرف ووسائل التأثير في عقول الشباب وكيفية تحصيلهم، بحيث تكون للقوة الأمنية المختصة بمحاربة الإرهاب دورا محوريا في تقديم معطيات تجربتها بهذا الميدان لحماية المجتمع من دعايات الإرهاب ووسائله.